مرحبا، وصفتنا لليوم حلا بارد كتير طيب وشهي وسهل، كمان ما بده وقفة كتير بالمطبخ خاصة بهيك طقس حار. مكوناته كتير عادية، منظره كتير حلو، فيكن تحضروه بأي صينية بايركس أو صينية عادية، بس أنا هي حبيت أعمله بالقالب تبع تشيز كيك اللي بينفك الإطار تبعه، لذلك عم بطنه بورق زبدة على الأطراف كمان. بعد ما منقص الورق بالأطراف فينا ندهنهم بالزيت النباتي مشان يثبت الورق على الأطراف، أو ندهنه بالزبدة وبعدين منثبت الورق. إذا هيك بيكون صار القالب جاهز بهاي الطريقة. هلأ بدنا نحضر الطبقة الأولى. عندي 3/4 الكوب من السكر، سكر عادي، و3/4 الكوب من مبشور جوز الهند، يفضل يكون ناعم. وهون عندي الكاسترد، بنعرفه كلياتنا الكاسترد بيجي بهيك علب، بدنا 5 ملاعق طعام من الكاسترد مثل النشا، بس بيعطي لون أصفر ونكهته هيك طيبة أطيب من النشا. وظرف فانيليا، فيكن على فكرة تحطوا 2 أو 3 ملاعق كاسترد والباقي تحطوه النشا، بيصير. بنحرك المكونات الجافة كتير منيح، وبعدين منضيف 1 لتر حليب أو ما يعادل كيلو حليب، حليب من البراد عادي. بنحرك كتير منيح قبل ما نرفعهم على النار. الكوب اللي استخدمته للسكر ولجوز الهند هو كوب قياسه 220 ملي. نرفعهم هلأ على النار مع التحريك المستمر، لأنه الكاسترد هو نشا وبيتكتل إذا ما حركنا، لذلك طول الوقت تحريك لحتى يغلي الكاسترد. لما يغلي فينا نضيف 1 ملعقة من الزبدة، بتعطي نكهة كتير طيبة، وكمان فينا نضيف إذا عندكم علبة قشطة صغيرة بتعطي بتعزز النكهة وبتعطي قوام ونكهة كتير طيبة. عندي هون القشطة المنزلية، يعني القشطة من قيمة عن الحليب، نرفع عن الحليب. أنا هون ضفت 3 ملاعق كمان بتعطي طعمة طيبة. هذا القوام اللي بدنا إياه، شايفين؟ هلأ بنرفعهم على النار وهنن سخنين، راح أضف لهم 100 غرام من البسكويت، بسكويت سادة أي نوع متوفر عندكم. منكسرهم هيك قطع كبيرة ومنحركهم، وهنن هو الكاسترد سخن، منحرك البسكويت فيه حتى هيك يتشتش شوي، ومنشان دغري ينطحنوا معانا. راح نطحنهم بالهاند بلندر حتى يصير القوام كتير ناعم ومتجانس، وبيصير هيك مثل السريلاك تماماً، حتى نكهته بتحسوا ريحته قريبة على ريحة السريلاك. شايفين هيك صار القوام ناعم كتير. هلأ منفضيه بالقالب، رح نخليه بالمطبخ حتى يصير بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين مندخله على البراد شي ساعتين حتى يصير بارد كتير منيح، أو على الفريزة شي ساعة وحتى تجمد الطبقة. بهالوقت بدنا نحضر طبقة الكريم شانتي. شايفين الصحن؟ أنا حطيت الصحن بالبراد حتى يصير بارد شوي، لأنه الطقس كتير حار والصحن كان كتير ساخن، فخفت يأثر هالشي على تحضير الكريم شانتي. ضفت بالصحن 3/4 الكوب من بودرة كريم شانتي و3/4 الكوب من الحليب البارد جدا، وملعقتين من سكر البودرة، لأني أنا استخدمت بودرة كريم شانتي خام غير محلى. بنخفق بالهاند بلندر أو بالمضرب اليدوي الكهربائي، وفينا نستخدمه على فكرة الويسك أو المضرب اليدوي، بيصير وبيتقل القوام العادي، يعني شي 2 3 دقائق بسرعة هيك بنضربهم بالويسك، بقصد هيك بسرعة وبيجمد وما أحلى بالنسبة للي ما عندهم هاند بلندر. هيك صار جاهز، فينا نحطه بالبراد لحتى تبرد الطبقة أو تتماسك، وإذا كانت متماسكة دغري منوزع الكريمة على سطح الكاسترد. منحط كل الكمية، وأفضل طريقة لنوزعها أول شيء قبل ما ننعمها بالسكرابر بالسباتولا، تتوزع كتير منيح بالسباتولا من دون أي عذاب، وبعدين مننعم السطح. فيكن على فكرة إذا ما عندكن بودرة كريم شانتي وما بدكن تعملوا الطبقة الثانية، فيكن تقدموا الطبقة الأولى لوحدة بصحون صغيرة أو بقالب وتزينوها، وهيك بيكون الحلا كتير طيب وشهي، وراح تحبوه كتير كتير من دون الطبقة الثانية على فكرة. هلأ منرجعه على البراد شي ساعة، وراح نحمص 1/2 كوب من مبشور جوز الهند، بس هاد شوي خشن، أخشن من اللي حطيناه بقلب الكاسترد. 1/2 كوب على بمقلاي على نار خفيفة،
طول الوقت تحريك، لأنه دغري دغري رح يتغير لونه. إذا طول الوقت تحريك بياخدوا شي دقيقتين ثلاثة، شايفين كل كم ثانية بيغمق شوي. آخر شي بيصير كلياته لونه أورانج، كتير بيصير لونه حلو، تطلع ريحة الجوز الهند، وعلى فكرة طعمته أطيب بيصير من المبشور جوز الهند الني. لما يبرد بيصير في قرشي مثل تشيبس، وطعمه هيك يعني أكله مريح أكتر من مبشور جوز الهند الني. إذن هلأ شايفين صار كلياته غامق، صار برتقالي، منحطه كله بالصحن حتى يصير بارد. وفينا نحضره قبل بفترة، يعني ما ضروري نحضرهم ورا بعض، فينا نحضره قبل بوقت ونحطه على جنب أو البراد. هلأ منطلع القالب، منفك الإطار ومنشيل ورق الزبدة بسهولة، بينشاله. وفينا نوزع مبشور جوز الهند على كامل السطح، بس أنا حطيت كانت بضفاي الكاميرا ورقة زبدة على نص السطح، هاي النص الثاني حاطة ورقة زبدة مشان أقدر أتحكم توزيع الجوز الهند على النص فقط، مشان يطلع شكله هيك حلو، يعطي شكل. النص الثاني فينا نتركه هيك أبيض، وفينا عندي ذكرت أنه عندي صوص التوفي أو صوص الكراميل كمان فينا نوزعه. وهيك صار القالب أو الحلوى الباردة عنا جاهزة، مثل ما شفتوا قديشة سهلة وكتير كتير طيبة. وعلى فكرة بتغني عن الآيس كريم، يعني الآيس كريم بده فترة طويلة بالفريزة وهيك شيء، هاد ساعتين بيكون جاهز، والكل رح يحب ويعشق طعمته. شايفين ما أحلى ألوانه قوامه، هلأ شوفوا بالصحن كيف قوام القطعة مثل الكيك، تحسوا هيك متماسكة وما أحلاها. ومثل ما شفتوا مكوناتها مانا معقدة أبدا أبدا، شايفين بتقولوا عم تاكلوا كيك وفوقه طبقة كريمة، كتير متماسك ومرتب وألوانه كتير مشهية وظريفة. هاي هي وصفتنا لليوم، حلوة باردة كتير كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. إذا حبيتوا فيديو اليوم بتمنى تعملوا لي لايك وتشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وإن شاء الله ألف صحة وهنا مني أنا هنا.